رايكم كل مواضيعكم بالنسبه لقطاع المقاهي والمطاعم المدينه الداخله. اليوم غادي ندوزو الموضوع بعد قرار جديد ديال الحكومه اللي هو فرض حظر التجوال في شهر رمضان، واللي غادي نعرفوا عنه هي تساسيه على جميع شغيلات المقاهي والمطاعم. بالنسبه لينا حنايا بالنسبه للكونفينمون اللي كان في 2020 كان اول كونفينمون في المغرب، اللي باقيين كنتحملوا لحد الان التبعات السلبيه ديالو. كانت 4 شهور اللي ما كانتش سهله على القطاع، سواء مالكي المقاهي والمطاعم او الشغيله بصفه عامه. لحد الان حنا باقيين لاقين مشاكل في تاديه الواجبات والاجره ديال الناس اللي كانوا خدامين معنا. باش ميم 4 شهور ما يمكنلكش تجي خدام تقول صافي ما بقيتش خدامي، وما يمكنلكش تحبس الكا، وما يمكنلكش تحبس الموضوع، وما يمكنلكش تحبس لي شارج فيكس ديال المحل. كيف لحد الان حنا باقي ما لقيناش حتى كنقولوا ليها ما لقيناش الخدمه، ما لقيناش الخدمه الاستثنائيه ديال العمل اللي غادي تخليك تخلص داكشي اللي كان عليك. ما يمكنلكش تخلص داكشي اللي كان عليك ديال العمل، لان من نهار ارتفع الحجر الصحي في المغرب في شهر 7 كتخدم 15 يوم كتجلس الشهر. حنا كطبيعه ديال المدينه مدينه الداخله غالبا كتكون كيكون رواج تجاري في العشيه من مول المغرب. هذه هي الطبيعه ديال المدينه ديال الداخله. كقهاوي كتجار كمطاعم كلشي كيخدم بالليل، هي طبيعه المدينه. حنا من بعد ما تفاضات على جميع القطاعات ان يتوقفوا مع 8 ديال العشيه، كنتسموا بحال خدامين نص نهار. ميم اننا ما كنخدموش هذاك نص نهار مثلا بحال مدن الدار البيضاء او اكادير او مراكش، باش كي قلت الطبيعه ديال المدينه هنا الناس ما كيفيقوش بكري، ما كيكونش رواج بالصباح كاع بتاتا. الرواج هنا كيكون حتى الليل، ماشي بحال الدار البيضاء او اكادير او مراكش او مدن اخرى. كتلقى الناس مع 6 الصباح و7 الصباح راهم جالسين في قهاوي، راهم 12 كتلقى في مطعم كيتغدى. هنا لا، هنا كاين فرق كبير بين مدينه بين المناطق الجنوبيه وبين الشمال. سمعنا بانه كاين شي تعويض استفدوا منه الناس ديال المقاهي والمطاعم في الفتره الماضيه. تعويضات توجهات اصلا للناس اللي من خاطئين في لا سي ان اس اس في الضمان الاجتماعي. حنا هنا الداخل اغلبيه المقاهي ولا اغلبيه المطاعم ما عندهمش الورق بتاتا، كلشي في لانفورمال. يعني ما يمكن حتى الناس اللي خداو قرارات انه يكونوا تعويضات ما داروش بعين الاعتبار هذه المساله، بان كاين بزاف كاين واحد الفئه كبيره ما عندهمش لا سي ان اس اس او ما عندهمش الورق، كلشي خدام عشوائي. وإلا جينا نشوفوا هاد الناس اللي خدامين عشوائيين مثلا هنا في الداخله، من غدا كاع الناس راهم دايرين فايت. من غدا القهوه القليله اللي ما مخدماش معاهم مخدمه مع 5 ديال الناس، جوج ديال لي بارمان، جوج ديال لي سيرفور او لي سيرفوس، واحد كيتكلف بالميناج. هاد الخمسه من غدا الى صبحوا جالسين عندهم 5 العائلات تابعينهم، ما نيوش على المالك ديال القهوه او شنو تابعوش ومن ما تابعوش. وحنا على اللي خدامين خدامين راهم 5، فخمسة عند هذا القهوة، خمسة عند هذا القهوة، خمسة هذا كنقول لك أقل ما يمكن يتقال. 5 الناس كاينين قهاوي عندهم 8 على حساب لا تسميتي، إلا كان فيها داخل فيها تا المطعم كيكونوا الناس كثار. هاد الناس من غدا ما يلقاو ما ياكلوا ما يلقاو ما يصيروا. بالنسبة لك واش كاين شي حل اللي ممكن نقترحوه ولا ممكن نطالبوا به؟ قبل ما ندوي على الحلول، شنو الهدف من هذا القرار تاع ان حظر التجوال في شهر رمضان؟ الا كان الهدف ديالو هو التقليل من انتشار الفيروس بالليل، شنو الفرق ديالو على النهار؟ احنا بالنهار كنشوفوا كل شيء عامر، واش الفيروس ينتشر بالليل وما ينتشرش بالنهار الله اعلم.
الناس اللي كتحط هاد القرار هما اللي خصهم يشرحوا. الا فهمنا هاد الشيء غادي نعرفوا الحل. الا فهمنا بان الفيروس كينتشر اللي كثر من النهار غادي نقولوا ايه غادي نسكتوا ونمشيو نتسلفوا ونتكلفوا ولا نسدوا كاع في خطأ ولا اللي عنده ما يتباع يبيع ونكمدوها ونسكتوا. مي الا كان غير قرار شي اسباب حتى واحد ما عارفها ما يمكنش باش جيت القطاع ديال القهوه اللي كيخدم اصلا في رمضان واخا ما يكونش حاضر التجوال عنده ساعتين ولا ثلاثه السوايع من وصلات المغرب اللي كيخدم ما كيخدمش حتى 6 الصباح عنده ساعتين ولا ثلاثه السوايع. انا بحكم التجربه ديالي رمضان كاد الاعوام اللي فاتت اي رمضان خدمناه كتخلص الخدمه وكتخلص الكار يعني ما كاينش ربح او وقت كبير للخدمه باش تربح نتايا كمول القهوه ولا مول المطعم بحرام كتخلص الخدمه وكتخلص الكار وكتخلي كي كنقولوا الاستمراريه ديال العمل من غير هادشي راه ما كاينش. تجي انت دابا حاليا في رمضان تقول لي سد في قطار سد في قطار ما عنديش باش تخلص الكار باقي ما مخلصش الشيء حتى ديال 4 شهور ديال الحجر الصحي ديال العام الاول ما عنديش باش تخلص الخدامه باقي ما خلصش ديال العام الاول باش نخلص ديال هذا العام. هما انا عندي الخدامه باقي كيتسالوني عندي مول الكار باقي كيتسالني هما اللي الدوره هما الوقت شوفهم باقي كيتسالوا فين نمشي تمشي للبنكه ما كيتعاملوش معاك لحقاش ما عندكش الورق فين غادي تمشي للنوير. علاش ما تفكروا ديروا شي تنظيم مهني اللي يقدر يتكلم سميتكم ويقترح على المسؤولين الحلول الممكن تنظيم مهني تنظيم مهني كانوا بعض الاخوان هنا في البيت الداخله كانوا اتصلوا بالفيدراليه الوطنيه للمقاهي والمطاعم اللي في الرباط هادشي كنقول لك في الحجر الصحي اللي فات وكانوا خداو تزكيه باش يكونوا المكتب هنايا مي ناقص واحد الفئه اللي بغات نقولوا بغات تحزب النشاط وبغات تحزب الجمعيه. حنا ضد هاد المساله انا كنقولها حتى الناس اللي يسمعوني هنا في الداخله واللي دابا هم ربما باغيين يكونوا جمعيه او ديجا كونوا جمعيه تابعه لشي حزب الله اعلم كاين فئه ما باغيش هادشي. الا كنا غادي تكون جمعيه خاصه بالمقاهي او المطاعم فهي تكون جمعيه مستقله اللي كتدافع على المصلحه ديال 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 العاملين في القطاع بغض النظر وبعيد على كل حزب او نشاط حزبي ولا سياسي. انا بيع وشراء خصني ما ناكل وما نوكل الناس اللي خدامين معايا حزب او نشاط سياسي او فكر شي حاجه ما ماشي سوقي فيه. انا كنشوف مصلحتي ومصلحه الناس اللي خدامين معايا ومصلحه القطاع. بالنسبه للحقل او النشاط التجاري مقارنته ما قبل الكورونا حاليا كاين فرق كبير. ما غاديش نكذب الا قلت لك ضعنا في 75% من رقم المعاملات سواء نحسبوها بالاسبوع او بالشهر او بالسنه فرق كبير بزاف وهذا الدليل كيبان لك قدامك. حنا حاليا دابا 3 ولا 4 في العشيه مولفين حنا خدامين نهار كامل عندنا ناس ديال المنطقه ما كيفيقوش بكاع هاد الساعات كيفطروا دابا ما كاينش يكفي اننا ما قاديش نخلصوا لي شارج فيكس قاديش نخلصوا كام قاديش نخلصوا المنظم قاديش نخلصوا الخدمه ما قاديش نخلصوا الويفي اكثر من هادشي راه ما كاينش. قبل كورونا كنا خدامين اي كلشي تضرر في البلاد في العالم كامل كلشي تضرر ماشي غير حنا ولكن من بعد رفع الحجر الصحي في شهر 7 الاول من هذا اكثر قطاع هو أو قطاع المقاهي واكثر اكثر منطقه في قطاع المقاهي واكل العصا هي منطقه الداخل هي مدينه الداخله. علاش انا قلت لك قبيله علاش لحقاش الطبيعه ديال المدينه الناس ما كيفيقوش بالتهري ما كيكونش رواج بالنهار الناس ملي كيخرجوا غير بالليل وكيتساو بالليل ويتقداو بالليل ويتقهوا بالليل
انت سديتي عليهم اللي ابتداء من المغرب، امتى غادي يخرجوا هاد الناس، امتى غادي يديروا لي شيء، امتى غادي يخدموا. كاينين قطاعات اخرى تقد تعوض الليل بنهار، مثلا انا يكون عندي محل ديال الحوايج، الا ما بعتش بالليل نبيع بنهار. الناس الناس اللي خدامين، الناس اللي خدامين في مدينه الداخل كلشي خدام بنهار. اغلبيه الناس اللي كيدوزوا في القهويه خدامين في الماصا، يا خدامين في الفلاحه على برا، يا خدامين في مسائل اللي مناطق اللي بعيده على المدينه. يعني حتى اللي فاش كيجي من ورا المغرب يدخل الدار حتى عاد كيخرج هو يجلس في القهوه ويرتاح. الا جينا نهضروا بواقعيه، هو مقتصر على المخيمات الصيفيه اللي كاينين خارج مدينه الداخل. اقرب مخيم صيفي قريب للداخل قريب 10 كيلومتر. الناس اللي السياح اللي كيجيو من الداخل ما كيجيش كيقلب على قهوه في مدينه الداخل، كيمشي نيشان للمخيم الصيفي لي كومبينغ. حنا بعيد على القطاع السياحي، كنستافدو منه ولو 10%. بغيت الناس تاخذ بعين الاعتبار الطبيعه ديال المنطقه. حنا ماشي ضد الاجراءات الاحترازيه، حنا ماشي ضد محاربه الفيروس، حنا ماشي ضد صحه المواطن، ولكن خصنا ناخذوا بعين الاعتبار الطبيعه ديال المنطقه. الا خدمنا مثلا هاد الناس اذا شافوا من حال هاد المدينه ومن حال هاد القطاع الناس اللي خدامين فيه، وخداو قرار مثلا اللي كنتمنى ياخذوا بعين الاعتبار، مثلا الناس تخدم في رمضان ثلاثه السوايع او اربع السوايع من ورا المغرب، اما غادا تزيد ما غادا تنقص في المدينه. حنا اصلا المدينه في رمضان كتكون حارسه، عندنا كثافه سكانيه قليله. الاجراءات اللي خدا السيد الوالي مؤخرا ديال الستان ديال المدينه، الكيران الطاكسيات، يعني ما غاداش تكون عندنا زيارات كثيره في المدينه. هادشي اللي كنقول ان الناس المسؤولين ياخذوا بعين الاعتبار هاد المسائل اللي دوينا فيها، الله وعسى يخففوا من الاعباء ديال مولي القهوي في هذا الشهر الفاضل. رمضان مبارك سعيد، و الله يدخلوا علينا بالصحه والعافيه وعلى جميع المغاربه ان شاء الله، ونتمنى من الله يرفع علينا هذا الوباء في اقرب وقت ان شاء الله. شكرا. بونوار دريس، مسير مقهى دورينا في حي السلام. صراحه ان هذا الخبر اللي جاء اللي وصلنا اليوم، اللي خذته القرار اللي خذته الحكومه من اجل اغلاق المقاهي ابتداء من الساعه الثامنه في رمضان المبارك، فهذا خبر نزل علينا كالصاعقة، لأن الظروف ديال أرباب المقاهي لا زالوا يعانون في صمت منذ إغلاق السابق. فما كاينش حتى شي واحد لأنه شاف لهذه الشريحة ديال المجتمع. احنا عندنا مسؤولية، عندنا كل مقهى كتشغل على الأقل واحد 6 ديال الناس. يعني هذا الإغلاق هذا فين شمن حل اللي عطاتنا الدولة باش احنا ننقدوا هذه العائلات هذو؟ فانا كرب مقهى ممكن انني نسد ونخلص غير واجبات الكراء، ولكن 6 ديال العائلات تنشوفها انها غتشرب. فين غادي نصيفطوا هاد الناس هادو؟ فين غنصيفطوهم هادو؟ فين اش من حل نلقاو ليهم؟ يعني بالنسبه لكم انتم بعد يعني كورونا، بعد الجائحه ديال كورونا، كيفاش تعاملتوا مع هذا العام ديال جائحه كورونا؟ جائحه كورونا تقريبا هاد السنه كامله، وكان كاينه معاناه، كاين اتعاب اللي نزلات علينا. الكراء ما زلنا كنخلصوا في الكراء القديم للناس موالين الكراء. عندنا ضرائب، عندنا كل شيء، عندنا خدامه، انا الخدامين ما يمكنش تنازل عليهم وتخليهم تسمح فيهم في ديك الظروف ديال الجائحه، لان هذا هو المصدر ديال العيش ديالهم الوحيد. يعني ان الدوله خصها تشوف لنا حلول. هذا الاغلاق اللي غيكون في شهر رمضان، فغادي يضروا منه ارباب المقاهي بزاف، لان اصلا حتى هاد التوقيت اللي داروا لنا في الايام هذه ديال الثامنه مساء تخدم، فالداخله بحكم السكينه ديالها انما كتكون الخدمه حتى من 6 اللور، من 8، يعني من 8 عاد كنخدموا في النهار كامل، حنا جالسين ما كنخدموا حتى شي حاجه. يعني هذاك الوقت بحال لا سادين، حنا راه تنعتبروا راسنا بحال لا سادين، ولكن على الاقل اننا كاين عندنا باش نخلصوا الخدامه ونخلصوهم. ولكن دابا هذا الاغلاق
منين غنخلصوا هاد الناس هاد؟ يعني ولكن نتوما واش اثرين في شي جمعيه ولا في شي حاجه ولا في شي اطار؟ صراحه انه ما كاينش جمعيه في جمعيه ديال اللي كت اللي كتجمع ارباب المقاهي هنا في الداخله. كاينه جمعيه ولكن جمعيه كتدخل في انا الجمعيه اللي كتدخل في واحد الاطار سياسي وكتتبع الحزب ولا كتتبع، احنا ما كنبغيوش تمثلنا لان احنا كارباب مقاهي قطاع حر، احنا كنعرفوا الخدمه ديالنا، كنعرفوا الناس اننا مسؤولين على واحد الشريحه خدامه معنا. فلهذا ان الدوله خصها تشوف لينا، تشوف لنا حل اللي يكون مفعل، حل على حساب هاد الناس هادو اللي معنا حنايا، فين غادي يصيفطوهم؟ هذا سؤال دائما كنسولوه، يعني ما عقلتوش عليهم في الاول، دابا عاوتاني مره اخرى عاوتاني غنعاودوا نفس المشكل، غتولي معاناه ديال الناس. فاحنا غنضطروا اننا حنا راه مابقى عندنا فين الجهد، مابقاش عندنا باش غادي نزيدوا، باقي عندنا الكرا، باقي عندنا بزاف ديال الحوايج اللي مازال كنخلصوا فيهم. الدوله دابا الا بغات تعاونك دابا في هذه الشريحه كتقول لك خصك يكون عندك الناس ديري لا سي ني سيس والمسائل. علاش علاش الداخله ما كاينش هذه المساله ديال لا سي ني سيس؟ فالقطاع ديال المقاهي في المدينه الداخله مازال في العشوائيه، قطاع غير مهيكل، مازالين حتى الناس ما وصلوش لهذا الوعي هذا انه باش يدير لا سي ني سيس ويدير يعطي الخدام الحقوق ديالو. فاحنا كنمشينا مع الوضع اللي لقيناه في المدينه، مشينا معاه، يعني ما كاينش تقطير. يعني حتى الدوله خصها تكون عندها هي تكون دايره دورات تكوينيه، توعي ارباب المقاهي، توعي الخدامه ان عنده حقوق، وحتى مول القهوة انه خصو يكون عارف بان راه الناس اللي عنده تحت المسؤوليه ديالهم عندهم واحد شي مسائل اللي هي ضروريه وقانونيه خصهم يديرها. والمطالب شنو كطالب؟ كنطالبوا الدوله انها تاخذ الى خدات هذا القرار هذا، وكان هذا القرار انه في صالح الشعب، انه للحد من جائحه كورونا الجديده، فانهم يشوفوا لنا حل للخدامه، الناس اللي خدامين معنا ولو انهم في قطاع غير مهيكل ما عندهمش شي حاجه، انهم تكون على الاقل تكون اعانات، على الاقل ولو يعطيوهم غير نص ديال الصالير ديالهم اللي كنعطيوهم حنايا يعاونهم. وسيرتو رمضان انه فيه مصاريف وعندنا الناس اللي خدامين معنا انهم زوجين وعندهم تابعهم الكرا، تابعهم عندهم وليداتهم، يعني بزاف ديال المصاريف اللي تابعهم. يعني بالنسبه للقهوه دابا لقيناها خاويه كما كتشوف دابا انتم انكم جيتوا على غفله دابا شفتوا القهوه انها خاويه الصباح كامل تقريبا، الصباح كامل ما دخلت حتى شي حاجه، ولو حتى شي حاجه ما دخلتها القهوه. يعني هذا الشيء راه كنعيشوا حنا شحال هذا. دابا الا جيتي عندي مع 8 مع 7 7 ونص عاد غادي يبانوا لك ان الناس ولاو كيجيو، لان الناس كيخدموا في البحر، الناس خدامين في الوزينات ديال الفريكوات، خدامين تما كيسالوا الوقت ديالهم، كيسالوا حتى 8، يعني الوقت حنا اللي كنبداو فيه الخدمه عاد كنسدوا، يعني ما مستافدين حتى شي حاجه، مازالين كنخلصوا من جيبنا. الدخله ما عندهاش ملاهي ولا متلف، يعني فهمتي دابا. فاللي كما كنشوفوا ان بحكم مدينه الداخله مدينه صغيره وما فيهاش مرافق اجتماعيه، ما فيهاش مناطق خضراء فين يمشي بنادم، فكل شيء كيسالي خدمته المتنفس الوحيد هو القهوه. المتنفس الوحيد او البلاصه اللي غيتجمعوا فيها جوج الناس يهضروا على شي حاجه هو القهوه، ما كاينش مرافق. يعني راه حتى الساكنه راه سدوا لهم واحد الباب، سدوا لهم واحد المتنفس، يعني راه خنقوا حتى الساكنه نفسانيا خنقوه. يعني الانسان غادي يفطر في رمضان فين غادي يمشي؟ ما غاديش يخرج الشارع، ما غاديش يمشي للقهوه، يعني راه كاين مشكل اصلا. مناسبة شهر رمضان نطلب الله تعالى يرفع لنا هذا البلاء ويرجع البلاد من الانتعاش الاقتصادي ديالها وتيسر الامور على جميع المسلمين. ورمضان مبارك سعيد.